كنتواجدوا في ولاد زيان. نطلبوا الله يكون خير ان شاء الله من القدام. الامور غاده مزيانه، خاصها تصب الشعر، هادشي اللي بغينا حنا الحمد لله. شو القزبر والمعدنوس كنديو للدار البيضاء كنبيعو. لا حنا كنشريو واصل، ماشي تقريبا من البدايه تقريبا شي 40 يوم باش كيوصل هاد السلعه، ولكن كناخذها مع الناس، ماشي حنا فلاحه ولا شي حاجه كنشريو حنا بيع وشريا، هذا هو المشكل. لا هذا الدار البيضاء خاص ومديونه سيدي حجاج كنعطيهم تامه، ولكن داك السقاده كياخذو تما كيمشيو للدار البيضاء كيسقطو هنا. حنا جماله ماشي سقاده. لا عربي صافي قزبر والمعدن وصافي. وتقريبا اخويا تقريبا الدومي شي عشر سنين تقريبا 20. واش غنقول لك، الله يرحمنا شي نطلبوا الله تعالى، الله يعطينا اللي قد نفع هادشي اللي نطلب. او ضروري ديك الحاجه باينه، ضروري تكون شويه النقص، ماشي بحال النوبه الاولى. لا كيكون نقص شويه الحساب. خدام هنا في الربيع كنترزق الله، كنخرج الصباح كندبر على النهار ديالي باش ندوز النهار يو صافي. وحنايا كنطلبوا ان شاء الله شي شبعه ديال المق، وخا هادير ما كافيه شويه. لا مازال خاص ان شاء الله ضروري تصب في الليالي، وتصب ان شاء الله ضروري، ماشي هادي تقدر تضمن لك العام، تقدرش تضمن لك العام، اهم شي حيتاش ما كافياش طايحه ما قاداش الارض، ارض عطشانه بزاف وخاصه الماء وخاصه شلاح فويس باش الفلاحه تجي زوينه فهمشي، باش ما الفلاح حتى هو مسكين لما صبش لي الشوادي راه ضروري غيبدا حتى هو في البوطه، غيبدا في شال الحوايج خسران هادي شال حوايج اخي. وضروري هي بالنسبه للضروري غادا دير لك شي حاجه فعلا، في مثلا في ترونسبور في شال الحوايج، او كنطلبوا الله تعالى هو يدير حيد علينا هاد الجائحه ان شاء الله. خويا الحرفه كنقبطوا الربيع ودابا اش نقول لك، راه حنا سالين الحمد لله، ولكن انسان صاحبي الله اش نقول لك، هاد الحرفه شويه صعيبه. كنتمنى من اي انسان ما اخويا ما يتورطش فيها وما يخدمش فيها امور، حيت هادي شويه بروده. واش نقول لك، الله يجعل ربي، اش نقول لك، الله يعطينا شي شبعه ديال الماء وان شاء الله.